94 ولا 694 اسمح لي سيخ 94 لا ما كسبش ما كسبش بحال الدجاج جيل هاد الجيل اللي بغيت نعرف واش باينه مزيان شويه هاكا زيد هاد شويه هاكا يبان وجه هذيك الربعه هذيك الربعه وكذا ناقصات باش حاجه لاباس لاباس عليك لاباس عليك شويه العين شويه شويه العين صافي 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 سعادة العامل هلا يخطيه علينا وهلا يخطي السلطة وهلا يخطي القائد واللجنة كلها الله يعمرها سلعة وانا فرحانة بزاف ما اعتقتونا والله يخلي لنا سيدنا هلا يخطيه علينا راه كل شيء مزيان انا فرحانة بزاف الله يسر لكم الامور كلكم والله يخليكم. السلام عليكم، انا الطيان عبد النبي من دوار الكرم. كنشكر السلطات اللي واقفه دايره مجهود كبير على هذا دور الصفيح والحمد لله وسعاده العامل، وكنشكر صاحب الجلاله الله ينصره الله يخليه لينا والله يطول في عمره، والحمد لله نرى الامور غاديه على ما يرام. نقدوا لنا وليداتنا، انت كتشوفوا الصبيان الحمد لله وليداتنا راهم تنقدوا هذا الحمد لله من هذه الرائحه الكريهه ومن هذا والحمد لله. كنشكروا كاع جميع السلطات وجميع هذا كاع اللي واقف، هذا راه ما كاين لا منتخب ولا كذا، راه كل ما سعادة العامل واقف وسعادة السيد القائد اللي جا جديد الله يكثر خيره راه واقف زمانك واحد الوقفة ديال وقفة رجولية، ماشي زمانك ما كاين لا طمع لا رشوة، كل شيء الأمور دوزناها بخير وعلى خير وشكرا. أنا سميتي مينا الزين وكنسكن في دوار الكرم، وتنشكروا سيد العامل هو اللي كيجي يضرب فينا الفكر وكيشوفنا وكيشوف حالتنا وكيجي لعندنا وما مقصرش من جهده من جهتنا، الله يكثر خيره ويخلف عليه هو سيدنا. ولكن المرشحين راه حتى واحد العضويات مرشحين كاملين تيجيو عندنا وقت الترشيح، ومن مور الترشيح ما تنشوفوا حتى واحد فيهم، والله ينصر سيد العامل وسيدنا اللي ضرب فينا الفكر وفكر فينا وشاف حالنا ونقدنا من هاد الخنز ومن هاد العفن، الله يجازيه بخير. داك الشيء اللي فيه الشبهات كاع جرى على المقدمين، جرى على الشيخ، جرى على كل شيء اللي فيه الشبهات، بقى معاه غير سيد القايد هو اللي بقى الله يعمرها سلعه، وما قال مكبر بينا كيدخل علينا كيكنا بغي كنا نكونوا يتقبلنا بولادنا، كي قلنا الهضره كيقبلها، كي قلنا زوينه كيقبلها، كي قلنا خايبه كيقبلها، الله يجازيه بخير. السلام عليكم، الاسم حلومي هشام، السكنة دوار الكرم. تنشكروا هاد الناس، هاد اللجنة هادي اللي تدور في دوار الكرم، صراحة الله خدامة هاداك الشيء على ما يرام، صراحة الله هاداك الشيء بشفافية، حنا هاد اللجنة هي اللي بغينا بحال هكدا، هاد الشيء بشفافية ونزاهة. يعني تنشكروا سعادة العامل، تنشكروا سعادة القائد، وتنشكروا هاد اللجنة هادي، صراحة الله خدمة يعني في بلاصتها دابا. هاد الشيء هذا غادي هو هذاك، وتنشكرهم بزاف بزاف من هاد المنبر. ويعني بواحد الطريقة ما هي شكرا شكرا بزاف. الله يجازيهم بخير، الله يرحم بهم، هما تيقيدونا وتيدوروا على براكه صراحة الله. ومن هذا المنبر هذا تنشكر سعادة العامل وتنشكر سعادة القائد وتنشكر اللجنة كاملة،
وشكرا. بسم الله، انا السلاوي عبد العالي والمراه ديالي النجي جميله. كنشكروا العامل على هذه المبادره اللي دار، لاني دابا استفدنا الحمد لله وكل شيء غادي يستافد والحمد لله. على كل حال الحمد لله ما خصنا حتى خير دابا الحمد لله. ملي خرجنا من هنايا الحمد لله راه حنايا تمرمدنا تكرفصنا، عندنا الاولاد مكرفسين، كل شيء مكرفص، كنا مكرفسين واحد التكرفيصه لا شيء. وكنتمنى خير ان شاء الله، كنتمنى خير لاني العامل قام معنا احسن يا ما يكون كيتسمى الحمد لله. على كل حال السلام عليكم، انا لبنى. صراحة كنا مكرفسين في هاد الدوار، دوار الكرم جامعة القصير اقليم الحاجب. نشكر سيد العامل سيدي اللي دار فينا هاد الخير وهزنا من هنا وشاف من حالتنا وحس بينا، وكنشكروه بزاف بزاف. حتى شي واحد صراحة ما شاف من جهتنا وما حس بينا حتى شي واحد، حتى جا سيد العامل وصراحة دار فينا هاد الخير كثير. ما كنشكروه بزاف صراحة، كنا مكرفصين وعاش سيدنا، وكنشكروا سيدنا والله. وصراحة ما كانش صحاب الانتخابات ما كانش كيعرفونا، ما كانش كيدوها فينا، كان كيعرفوا غير الانتخابات من كيبغيو يقلبوا على مصلحتهم كيجيو يقلبوا علينا واحد بواحد. نهار اللي كنصوتوا عليهم كيديو حاجتهم صافي ما كيبقاوش يعقلوا علينا. وكنشكروا سيدنا بزاف، وكنشكروا سيد القايد حتى هو الله يجازيه بالخير، حتى هو راه دار مجهود معنا كبير بزاف. وصراحه درنا كل شيء فابور، ما شد مع عندنا حتى شي حاجه، ما المهم تمحناش معاه كاع صراحه. اي حاجه دار لنا صراحه ودرنا الخطر بزاف، وما صراحه كنشكروه بزاف والله هذا الشيء اللي كاين. بسم الله، السلام عليكم، انا البرق حسن، كنسكن في دوار الكرم. دوزت سيدي هادي 13 عام ونص وانا في القاهره، ما كيسول فينا لا مقدمين لا لا لا, لا رئاسه حتى واحد. الله كنشكرو سيدنا الله ينصرو، وسيد العامل اللي وقف على هادشي بيديه، وسعادة القائد اللي جا جديد الله يجازيه بخير، والسلطة اللي وقفوا معنا، وهاللجنة الله يجازيهم بخير. راه حنا عشنا واحد العيشة ما شاء الله، الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين. وكنشكرو هاد الناس اللي كيدوروا هاد اللجنة وهاد سعادة القائد، راهم وقفوا معنا بزاف الله يجازيكم بخير. والناس النزاهة والسلطة الله ينصركم، الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين. راه حنا تقهرنا في هذا، راه ما كيسولونا فينا لا مقدمين لا رئاسة لا عضو لا حتى واحد ما كيسول فينا إلى الله. وانتوما الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.